ماذا لو عالجت حب الشباب؟ دي أنا من سنة ونص بالظبط. أول لما بقى عندي المعرفة والقدرة المادية إزاي أتخلص من حبوب الشباب، دخلت رحلة صعبة جدا مدتها 6 شهور باخد دواء بينشف كل جسمي لأنه بيشتغل على تقليل الزيوت اللي بيطلعها الجلد وقتل البكتيريا اللي بتطلع مع الزيوت دي. عشان كده شفايفي كانت دايما عاملة كده ومحتاجة قطرة لعيني طول الوقت، وشعري نشف وعمره ما رجع لطبيعته. وبعد ما 6 شهور خلصوا ابتدى بعديهم رحلة علاج الأثار، أثار الحبوب طبعاً وأثار العلاج اللي دمر كل توازن جسمي من الدهون. ما كانتش رحلة سهلة أبداً، ورغم أني كنت فاكرة أني خبيت نفسي تحت شعري وسكارفي وبقيت تسريحتي الرسمية عشان بس أخبي وشي بسبب الحبوب، حتى بعد ما عالجت الحبوب لسه بعمل نفس التسريح. طب ليه؟ بعد نقاشات طويلة مع نفسي عرفت المشكلة، بشرتي لسه مش زي اللي بتطلع في الإعلانات برضو، فقررت أخبيها. الإعلانات اللي عمرها أبداً ما بتصور البشرة فعلاً من قريب، فدايماً عندهم بشرة أجمل مني وأجمل منك وأجمل من كل الناس. لكن اتفاجئت لما شفت شكل البشرة من قريب، متشققة كأرض بور ومليانة فطريات وبكتيريا وفيروسات بالألاف، ودي حاجة مش مخيفة أبداً، لا بالعكس ده مهمة جداً لصحتنا. بس الإعلانات بتقول لنا حاجة تانية خالص، هيخليكي أنعم من الحرير. وفهم الحقيقة، الميكروبات المفيدة دي مش بس بتهاجم الأمراض، دي كمان بتدرب أجهزة مناعتنا على التمييز بين العدو والصديق، فجزء كبير من سر نضارة بشرتنا هي أننا ما نضرش الميكروبات دي. بشرتك مش هتستفيد إلا إذا كان على وشك من 25 ل 35 نوع ماسك. A few moments later. ماسك اسمه ماسك التعمي اللي هو التين يعني. A few moments later. ماسك ربي يا أختي بتعمل كيمي. A few moments later. ماسك البحر الأسود هتلاقيه أسود كده. A few moments later. بتسمنا بلدي كده من قلب البلكمه. ورغم ان حوالي 10% من سكان العالم بيعاني من حبوب الشباب، بس للاسف لسه ما عرفناش سببها بالظبط. هل عوامل وراثيه؟ هل هرمونات؟ هل بكتيريا مضره؟ او يمكن المنتجات اللي بنحطها على وشنا؟ او التفاعل مع كل ده سوا؟ بس الاكيد ان الحبوب مش سببها ابدا انك ما بتغسلش وشك. اتفاجئت صح؟ الحب الشباب مش مرض ولكنه عرض، عرض للانفعالات. لو واحد داخل على الامتحان مستني النتيجه، بنت مثلا خطوبه وداخل على الجواز وفاضل شهرين، او ناس طبعا بتتعرض لمشاكل ونكد وكلام. الخلاصه، الجلد هو اكبر عضو في الجسم، هو اول وافضل خط دفاع لجسمنا ضد الامراض، حارس مخضرم على مر الافات السنين، عارف بالظبط هو بيعمل. وبعد رحلة علاج من حب الشباب طويلة ومتعبة، اكتشفت ان لو في حباية طلعت لك عادي، مش اخر الدنيا. ما تسمعش كلام الاعلانات المغرضة اللي بتكبر من كل حاجة بسيطة عشان تشتري منتجات، عشان بشرتنا مش محتاجة كل المنتجات دي، قد ما محتاجة اكل صحي ومية كتير وتوتر